ايضا الفقرة طبق. نتمنى انكم تكونوا محضرين ستيلو ورقه باش تسجلوا معنا المقادير والمكونات والطريقه لطبق اليوم. لاله خديجه الساحلي من مدينه سلا هي اللي غتكون معنا من خلال فقره طبق. صباح النور لاله خديجه. صباح النور لاله ناديه. لاباس عليك؟ صحتي مزيان؟ الحمد لله. كي دايره مع الشتيوى؟ اللهم لك الحمد. كي دايره انتيا؟ كي دايره؟ الله يطول عمرك كلشي كيسلم عليك لاله. الله يطول في عمرك. كنبلغ سلامي وتحياتي للساده المستمعين وكل ما كيعرف خديجه الساحلي. مرحبا لاله. مرحبا لاله والف مرحبا. اليوم ملي كتكون الشتا دائما المطبخ كنبغيو فيه شويه د الرفيسه، الكسكسو، اللوبيا، العدس، ولكن اليوم حنا غادي نطيبوا حاجه اخرى. فوالا، انا اليوم عاطيه للساده المستمعين كيف ما ديما مولفهم بالجديد، عاطيهم اليوم السفته المدفونه بطريقه ديال اللحم بطريقه جديده. نعم تفضلي. شنو هما المكونات؟ نمشيو بعدا للسوق ولا بلاش؟ ضروري غادي تخصك شي حويجات. ضروري حنا العيالات ولفنا ضروري اننا خاصنا نخرجوا نتقداو. والخضره تبارك الله دابا كاينه متعه انك تخرجي للسوق. متعه في الحقيقه. ولفنا ضروري نخرجوا نتسخروا. طيب نشوفوا معك لاله خديجه المكونات ديال الطبق. مرحبا. تفضلي. انني نكون عند حسن الظن الساده المستمعين. مرحبا لاله. مرحبا. المقادير غادي تحتاجوا نص كيلو ديال السفته ديال القمح. جوج معالق كبار ديال الزيت الروميه. نص معلقه صغيره ديال الملح. معلقه صغيره ديال الزبده. جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي. والماء غادي يحتاجوا الماء القدر الكافي. هذه بالنسبه للصفه. بالنسبه للمرق غادي يحتاجوا نص كيلو ديال اللحم مقطع على شكل مربعات دي بغوشيت. ثلاثه ديال البصلات كبار مشلضين. نعم. قزبر ومعدنوس. ثومه محكوكه او مفرومه. شويه ديال الزيت تقريبا يكون شي نص كاس باش نطيبوا المرق. نعم. وبالنسبه للتوابل عندنا الملحه، الابزار، السكنجبير، الخرقوم. نعم. بالنسبه للدغميره اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو فيها من 6 حتى 8 البيضات. بالنسبه للتزيين غادي نحتاجو البيض مسلوق، كل واحد شحال بغى يدير من بيضه. غادي نحتاجو شي حفينه ديال التمر مقسومه على جوج ومحي ديال العظام. نعم. شي حفينه نيت ديال اللوز مسلوق ومقلي ومهرمش. كاوكاو حتى هو الا بغيتي، كل واحد الشيء تزيين كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. الكاوكاو حتى هو بغيتي تحمري وتقشري تهروشي كدري من الفوق. اذا هادو هما المكونات اللي عندك. انا غادي نعطي المكونات بشكل يعني كلي، بحيث اننا كنحتاج نص كيلو ديال السفه ديال القمح. نص كيلو ديال اللحم. عندنا ثلاثه البصلات كبار. عندنا المعدنوس والقزبور. عندنا 8 ديال البيضات. عندنا الثوم. وعندنا التوابل ديالنا، فيها الملحه، فيها السكنجبير، وفيها الابزار والزيت الروميه، الخرقوم البلدي. ايه. وعندنا التزيين، عندنا اما السكر كلاصي، شويه القرفه، والتمر، واللوز. ايه. هادشي اللي عندنا لاله خديجه. ايه. وبالنسبه للصفه كنزيدوا الملحه ومعلقه صغيره الزبده وجوج معالق كبار السكر كلاصي. نعم. نمشيو للطريقه. ندوزو الطريقه ديالنا. كناخذو داك نص كيلو ديال الصفه كنديرو في القصريه، كنديرو معاه جوج معالق ديال الزيت اللي قلنا، كنحركو وكنديروها في الكسكاس. نعم. كنديروها انا بالنسبه ليا انا الشعريه ديالي باش ما كتعجنش، اولا كناخذ ديال القمح، وثانيا كنديرها كتفور ربع ساعه، من بعد كنقلبها في القصريه، كنكب عليها كاس ديال الماء ديال حياتي، كنخليها حتى كتشرب داك الماء تقريبا واحد نص ساعه، وكنعاود نرجع نفورها التفوره الثانيه. ملي كنرجع نفور التفوره الثانيه يعني حتى هي نفس الشكل، ربع ساعه ملي كنقلبها في القصريه كنكب عليها كاس ديال الماء ديال حياتي، وكندير داك نص معلقه ديال الملحه. نعم. كنستمر هكا في العمليه دائما بنفس الطريقه حتى للتفويره الرابعه. التفويره الرابعه ملي كنديرها تفور كتكون ملي كتفور كنجي نقلبها كنصيبها طابت. ملي كنديرها في القصريه كنديرها كنزيد عليها داك المعلقه الصغيره ديال الزبده وجوج معالق ديال السكر كلاصي، وهي سخونه كندير لها الزبده والسكر وكنحرك وكنعاود، وهي راه طيبه. نعم. كندير الزبده والسكر وكنحرك ونعاود نردها للبرمة. علاش؟ لان الزبده والسكر ملي كتذوب كترخي الماء. اللهم ترخيه ليا في البرمة وما ترخيهش ليا في الطبق ديالي. نعم. اذا هذه التفويره الرابعه. هذه التفويره الرابعه. من بعد؟
من بعد صافي هاي الشعريه ديالنا واجده. نمشيو للدغميره ديالنا دايره المرق ديالنا. كناخذوا هذاك نص كيلو ديال اللحم، انا عطيت للساده المستمعين غير تقديروا كل واحد يدير شحال بغا. كناخذوا داك نص كيلو ديال اللحم كنقطعوا مربعات صغيورين كوم دي بروشيت، كنقطعوا صغيورين كنديروا في الكوكوت ديالنا، كنديروا مع هذاك ثلاثه ديال البصيلات مشلضين، شويه ديال الزيت والملح والخرقوم البلدي مع شويه ديال الماح. الخرقوم البلدي الا ما درتيش ليه ما كيتحرق. نعم، كنديروا مع شويه الماء كنبقاو نقليو، ملي كنبقاو نقليو كنزيدوا مع القزبر ومع الدنوس وكنزيدوا مع الثومه، كنزيدوا مع شويه الابزار شويه السكينجبير، كنحركوا كلشي حتى كنحركوا ملي كيبان لينا داكشي كلشي تشحر والبصله نزلات. كنديروا معاه تقريبا كاس كبير ديال الماء وكنسدوا. ملي كتبدا تصفى الكوكوت كنحسبوا نص ساعه. نعم، ملي كدوز نص ساعه كنطفيو على الكوكوت وكنحلو. ملي كنحلو الا بانت لينا هذه المرقه المرقه وداك الحيمات ناشفين كنهزو هذوك الحيمات وكنخليو هذيك الدغميره بانت لينا باقا مرقه كنخليوها تعقد حتى كتشحر خاصها تكون خاسره. كنهزو هذوك الحيمات كنخليو هذيك الدغميره كنشعلو عليها الكوكوت، كناخذ واحد حتى ثمانية د البيضات كنحركهم في واحد الزلافه كبيره، كنديروا معها شويه د المليحه وشويه د الابزار غير شويه وكنحركو كنجيو نكبو فوق داك المرق وكنحركو صافي وكنطفيو عليه. دونك ها هي الشعريه واجده، ها الحيمات واجدين، ها هو المرق واجد. دابا بقات التقديم كيفاش غادي نديرو ليه. نعم تفضلي. كناخذوا التفصيل ديالنا اولا القصريه اولا فين غادي نوجدوا الطبق ديالنا، كناخذوا حفينه من هذيك الشعريه كنفرشوها في هذاك الطبق، كنجيو من الفوق كنديروا هذوك الطريفات ديال اللحم، كنعاودوا نغطيو بحفينه ديال الشعريه، كنديروا الطبقه ديال البيض والدغميره وكنستمروا عاوتاني حفينه ديال الشعريه وطبقه ديال اللحم، حفينه الشعريه وطبقه ديال البيض، وكنستمروا حتى كنكملوا. ملي كنوصلوا للفوق كتبقى لنا لا بريزونطاسيون، لا بريزونطاسيون كل واحد على حسب هو شنو بغى. اللي بغى يزوق من الفوق برشيشات ديال اللوز، برشيشات الكاوكاو، قرقاع مع الناس، عظيم التمر بلا عظيمات، فهمتيني؟ شاتلك شويه ديال الدغميره كتحطيها من الفوق ومن الجناب كتجي كديري شويه ديال القرفه وشويه ديال السكر كلاسي. نعم، إذا هاد الصفه ديالنا موجوده. ها الصفه ديالنا موجوده، مرحبا بكم. إذا الصفه كتفوريها أنت ربعة الخطرات. ايه بالاخر عاد كديري سكر كلاسي وكديري الزبده. مرحلة أيوه. أخيرة المرحله الاخيره، المرحله الثالثه كديري فيها الملحه بطبيعه الحال، كترشيها بالماء. كل خطره كترشيها بالماء حتى كطيب على خاطر خاطره. بالنسبه للطبق ديالنا كناخذوا اللحم كناخذوا اللحم بروشيت كنديروه في الكوكوت ديالنا، كنديروا معاه المعدنوس والقزبر والثومه والتوابل والزيت والبصله مشلضه، كنسدوا عليه حتى كيطيب علينا داك اللحم، كنحيدوا دوك الحيمات ديالنا وكيبقى لنا غير المرق باش كيتعقد. في الاخر كنضيفوا ليه دوك الثمانيه البيضات مطربين. بطبيعه الحال المرق راه سخون، البيض ما غاديش ياخذ طياب، كنسدوا على الكوكوت ديالنا. في الطريقه ديال التقديم كنديروا تفريشه ديال اللحم، تفريشه ديال السفه، تنتبعوا ليها داك المرق وهي غاده حتى كنساليو طبقه من مورا طبقه. وفي الاخير كنزينوا باللوز مهرمش بالتميرات بالعظام الى غير ذلك، داكشي الموجود عندنا وحنا بغينا نزينوا به السفه ديالنا. الجنيبات كندير لهم السكر كلاسي والقرفه. ايه ياك لاله خديجه دوا الطبق ديالنا. والله لا 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 انا ديالك كيجي غزال الطبق والله. هو باين غادي يكون مزيان اكيد، لان حنا كنبغيو ما امكن نقدموا اطباق يعني متنوعه للسيدات، لان المطبخ راه عالم وفيه الكثير ما يدار بطبيعه الحال، وانا ما عنديش شك في السيدات كلهم اللي كيشاركوا معنا من اللقاء المفتوح، لان كديروا جهد كبير باش انكم تقدموا وصفات اللي هي في المستوى وكذلك تقدموا نصائح اللي هي في المستوى. لاله خديجه كنشكرك جزيل الشكر، لاله خديجه الساحلي من مدينه سلا بالضبط حي شمعو، شكرا لك.